دكتور عادل كمان هيقول لنا على البرامج اللي اشتغلوا فيها في مجتمعات معينه. المجتمع ده ممكن يكون مركز، ممكن يكون محافظه، ممكن يكون مجموعه من القرى، وفي الاخر ممكن نكلم دكتور عادل في اي استفسارات احنا عايزها. الو، صباح الخير. اطلب من كل قداساتكم انكم تحلوني ان اقدر اتكلم قدامكم. انا شغال في بخدم في اسرتي خدمات. انا استشاري صحه عامه وتخطيط صحي واداره طبيه. وقبل ما اخدم في الاسقفيه كنت في وزاره الصحه ماسك وحده متابعه وتطعيم، فليا خبره في الفيلد كبيره يعني، اشكر ربنا. انا شرفت اني اشتغلت في اسرتي خدمات من 87 ل 97، وبعدين رحت ديوان الوزاره ورجعت من السنه فاتت من 6 شهور. احنا زي ما اشار الدكتور مجدي السندي، اسقفيه الخدمات تغير فكرها من ايام، مش تغير، تطور، اسف اللفظ، تطور من ايام الانبا اسماعيل لغايه الان، ولكن في نفس اللاين يعني، ما حصلش اي انكسار او اي انقلاب على الفكر. يعني احنا كنا بنقول الفكر بتاعنا اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل، او الذين ليس لهم احد يذكرهم. دلوقتي تطور برضو ان ايه، طوبى للرحمة انهم يرحمون. ابتدينا بالدياكونية زي ما الدكتور مجدي ايام الانبس المتنايح الانبس اسماعيل فتره من 62 لغايه سنه 81 استشهاده، وبعدين من 81 شرفنا بنيافه الانبا اثناسيوس لغايه 85، ثم الانبا زرابين، ثم الانبا يانس، ثم الانبا يوليوس من 2015. الخدمه تطورت من الدياكونيه، والدياكونيه دي كانت سنترز موجوده في اماكن معينه وكان بيخدمها ناس فنيين بالاضافه للاخوه الكليريكيين، ثم تطور الى بعد ذلك الى ان دخل البرامج كتيره وكان كله فانس ودونيشن من بره. فكانت خدمه كبيره خالص مع لجنه الاسره، ولجنه الاسره ما كانتش بتهتم بالتنظيم الاسره فقط، ولكن كانت بتهتم بالتربيه الاسريه من اول اعداد. يعني احنا الاسقفيه الخدمات كانت الرائده في اعداد المقبلين على الزواج، سواء نفسيا او اجتماعيا او صحيا. بالاضافه ان ابتدى تخريج دفعات اسمها القديسه فيرينا، واحنا كلنا عارفين سيره القديسه فيرينا انها الممرضه بتاعت الكتيبه الطيبيه، مش الطبيه، الطيبيه لانها من طيبه، اللي راحت سويسرا. وبعدين تطور الى في برامج التنميه الشامله، برامج التنميه الشامله بتجمع حاجات. المهم ضفنا على كلمه البرامج التنميه الشامله، قلنا برامج التنميه الشامله المتكامله، يعني مش كل واحد بيشتغل في جزيره منعزله. وبعدين قلنا مش تنميه شامله وبس، ومستدامه، يعني التنميه المستدامه. يعني هشرحها لما اشرح البرامج بتاعت الاسقفيه. احنا لينا حاليا 42 منطقه بنسميها منطقه لو في القاهره الكبرى او في اسكندريه، وبنسميها قريه لو في الصعيد او في وادي النطرون. ال 42 منطقه او قريه في حوالي يعني ما بين 9 ل 12 بروشيه، وبعدين بنقعد في اي قريه لمده 3 سنين وبعد كده نخرج. بنبتدي باربع برامج رئيسيه. البرامج الرئيسيه اللي هي برنامج التعليم، برنامج الصحه، لان احنا عارفين ان التنميه ليها جناحين، التعليم والايه والصحه، ومعاهم برنامج اقتصادي، ومعاهم برنامج تاني اسمه التمكين والاستدامه. فكر الاسقفيه اتغير، كان الانبا اسماعيل دايما يعلم بدلا من اعطيك سمكه اعلمك كيف تصيد سمكه. احنا لا، اتطور كمان الفكر اكتر، ازاي اخليك تصنع الشبكه او الصناره اللي تصيد بيها السمكه. يبقى البرامج الرئيسيه الصحه، التعليم، تعليم الكبار يعني اقصد، واللي هي محو اميه زي ما كان يسموها، والبرنامج الاقتصادي. والبرنامج الاقتصادي ده بيتفرع لحاجات كتيره، تدريب مهني، مشروعات صغيره، وقروض، وما يمد لهذا. الصحه بتبتدي من الندوات، ولسه بكلم الدكتور مجدي، احنا بنؤمن مش ان يعني احنا كنا بنعمل مستوصفات وعيادات، ولكن بنؤمن قبل ما نعمل مستوصفات وعيادات اني اعمل، يعني في مثل غلط بيتقال
مش كامل، الوقاية خير من العلاج، لكن تعليم الوقاية خير من الوقاية، أعلمه إزاي يقي نفسه خير من الوقاية، والوقاية خير من العلاج. ودايما يعني لما أشتغل على الوقاية هيوفر لي على الرعاية الصحية الأولية، ولما أشتغل على الرعاية الصحية الأولية بيوفر لي في الرعاية الصحية الثانوية اللي هي العلاج اللي هي المستشفيات. وده فكر الأسقفية. فكر الأسقفية دول الأربع برامج الرئيسية، في خمس برامج تانية في التنمية الشاملة، حاجة اسمها تحسين التعليم في شكل فصول تقوية، في حاجة تانية اسمها تحسين المسكن، وتحسين المسكن أنا آسف الفلاشة ضربة معايا، فكنت عايز أستعرض لكم قد إيه إحنا عملنا توصيل مية نقية لحتت كتيرة، وفي كمان بنبني، مش بنبني بيوت ولكن بنساعد ازاي المجتمع ده السقف والحاجات معاه. تحسين المسكن بيبقى في شكل سقف. وبعدين الفكره بقى دي اللي عايز اشرحها بالظبط، احنا عندنا غير التسع برامج، استكمل التسع برامج، احنا قلنا الاربع برامج وتحسين المسكن وتحسين التعليم، وفي حاجه اسمها اطلاق النشء اللي هي الحضانات. والحضانات احنا كل اللي بنعمله في الحضانات ان تبقى في حضانه جاهزه كمبنى، واحنا ندعمها بالاساس وبالالعاب وبالمشتملات وندرب الخادمات، ولكن بتبقى كامله مع الكنيسه. في برنامج تاني اسمه البيئه، وبرنامج البيئه ده مهم جدا لانه هو بيقوم على التوعيه البيئيه، وبعد التوعيه البيئيه بنقوم بالتشغيل وبالنظافه والاناره وتوصيل المياه. في برنامج آخر اسمه البرنامج الريفي، وده بيبقى طبعا مش موجود في القاهرة ولكن بيبقى في الصعيد. دول التسع برامج باختصار، ولكن في حاجات تانية بتقوم بيها الأسقفية زي الإدمان، معالجة الإدمان، ولينا سنتر كبير في مدينة نصر، وكمان بتقوم ببرنامج تاني اسمه الحد من الإعاقة اللي هو قم وامشي، بالإضافة برنامج كبير قوي خالص اسمه الأجابي أو اللي هو مساعدة الحالات الإنسانية. فكر الأسقفية لابد من ثلاث حاجات بالنسبة للمساهمات. أول حاجة المساهمة المحلية، يعني إحنا لما بنروح نعمل تحسين مسكن مش بنعود الناس إن أنا هعمله مثلا هعمل أساس للبيت، لازم يبقى فيه لوكال كونتريبيوشن، في مساهمة محلية. تمام. الفكر الثاني، انا بشتغل تحت الامبريلا بتاعت المظله بتاعت الكنيسه اللي بخدم فيها، ودي بتيجي من اختيار المناطق، اختيار المناطق. الاب الاسقف او الاب الكاهن بيتصل بسيدنا الاب يوليوس يقول احنا محتاجين، بعد كده بتنزل لجنه تشوف معايير معينه علشان الخدمه دي، واهم المعايير ان تكون الثالوث البغيض موجود في هذه المنطقه اللي هو الفقر والجهل والايه والمرض، بعد كده بنبتدي نخدم في هذه المنطقه. يبقى اول حاجه ان لازم يبقى فيه مساهمه محليه، تاني حاجه بنشتغل تحت مظله الكنيسه، تالت حاجه برنامج قوي جدا زي ما قلت لكم تنميه مستدامه. يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني انا بخدم ثلاث سنين، انا مش هقدر اخدم طول العمر. هو صحيح زمان ايام الدياكونيه كان في مراكز مثلا في طابون، في بني سويف، في ملاوي، دي دياكونيات، بطل الفكر ده. لا، انا زي بالظبط لما بيبقى عندي طفل برضعه سنتين وباقي فتره بيبقى فيها فطام، وبعدين انسحب يعتمد على نفسه. دي فكره التمكين والاستدامه. والتمكين والاستدامه فكرتها اساسا احنا الخدام دول بيبقوا بياخدوا بركه او بياخدوا اكل، لكن بنكون حاجه اسمها لجان في التمكين والاستدامه. اللجان دي بتبقى ناس متطوعين بيبقى عندهم الرغبه في العمل، وانا دايما لما بدرب حد بقول احسن فئه عندنا في الاسقفيه اللي هم المتطوعين، لان هو الموظف بيدي قد ما بياخد، الخادم بيدي اكتر من ما بياخد، ولكن المتطوع بيدي بلا مقابل، فيبقى المتطوع. فانا بنمي فيه فكر التطوع، فكر الخدمه بلا اجر. تمام. فلما بتنسحب الاسقفيه بيبقى عندنا اللجان دي. اللجان دي اولا بتخدم بالتوازي مع الناس بتوعنا، الحاجه الثانيه انها بتوجد اتصالات وتشبيكات مع هيئات سواء حكوميه او غير حكوميه لاستمرار الخدمه. اهم من ده كله ان هم بينموا الفكر، ودي حته كان اصول اقولها في الاول،
احنا مش مجرد تنمية مادية، ولكن اهم كده تغيير الفكر. وتغيير الفكر ده يرتكز الحتة اللي قلتها بتاعت السمكة، بتاعت ده ما بدي سمكة انا بعلمه ازاي يصيد سمكة، لا ده انا برقى اكتر من كده ازاي يصنع السمكة. وعندنا نماذج مشرفة كتير جدا جدا، واكيد حد من الاباء الكامل اللي موجودين بنخدم في مناطق مجاورة ليه او بيسمع عن المناطق بتاعنا. ده باختصار ما تقوم به الأسقفية. الأسقفية عريقة، وانا اذكر يعني انا ما كانش لي الحظ غير قابلت الانبا صموئيل في يوم مشؤوم، يوم واحد كده كنت مع ابا ترافي الانبا ساويرس يوم 5 سبتمبر، كان رايح يتفرج على خطاب السادات عنده، والحقيقه معايا خدمه شخصيه من سالوش. لكن الانبا صموئيل ترك اثر كتير، والاباء الاصفه بيكملوا نفس الفكره. وكان فكر البابا كيرلس اللي سمعته من الانبا اثناسيس المتنبع، فكر البابا كيرلس ان الكنيسه تتفرغ للعبادة، ولكن أسقفية الخدمات بالتعاون مع الكنيسة تتفرغ للخدمة الاجتماعية والخدمة العامة والخدمة المسكنية. أشكركم كتير، وياريت أكون غطيت في عجالة الكلام عن الأسقفية. دكتور أمجد، ممكن تقول لنا حالة عملية شفتها في المكان أو في المنطقة وإزاي اتغيرت؟ أي حاجة بعد إذنك لو حد حب يتواصل مع الأسقفية عشان يستفيد من اي من البرامج اللي حضرتك ذكرتها، يبقى وصل ازاي؟ انا هديك هدي سيادتك البيزنس كارت بتاعي ووزع على يعني او صوره وحد ياخده، هقول نمرتي تحت امرهم كلهم. انا شفت اكتر من نموذج للنجاح، هقول نموذج. اي مكان بيبقى عباره عن 3 حاجات، عباره عن مكان، بيبقى الـ الشخص اللي بيخدم والشخص المخدوم، مظبوط كده؟ والنشاط طبعا. فانا رحت قريه اسمها الياسمين في مطاي. قريه الياسمين دي يعني الناس كلهم تقريبا اندر يعني تحت مستوى الفقر، مش هقول في مستوى الفقر، جنب مطاي. اللي شفته بالظبط ان اول حاجه بسطتني قوي اللي هي الخدام، وللاسف احنا انسحبنا منها او خدمتنا انتهت منها بنهايه سنه 2019. اللي شفته بعناية الخدام، كانت معايا احد زميلات دكتور مجدي اسمها الدكتوره ندى بتعمل تقييم مؤسسي، فسالت الخادمه، انا اتكسفت يعني خجلت قدام خادمه صغيره لا يتعدى سنها 20 سنه، ازاي بتشرح بتعمل ايه وبتعمل حاجه اسمها مبادرات، مش بتفكر زي ما بيقولوا جوه الصندوق، لا بتفكر. فده دليل انها مش اتدربت بس، انها مارست وانها دخلت الميدان واشتغلت اكتر. وده بينعكس على ده اللي احنا بنركز عليه قوي، ان بنخلق صف اول وصف تاني تستمر الخدمه. اللي شفته في هذه القريه عملوا مشروع مؤسسي برضه عباره عن صناعه الشيلان بتاعت الاباء الكهنه والحاجات الصوف دي، ومنتج جدا ده العمل المؤسسي. رحت قريه تانيه اسمها الغريره في اسنا، ده لسه كنا بنزورها يا دوب من اسبوع تقريبا او من 10 ايام. قريه الغريره دي برغم ان انا صعيدي ومن اسيوط ونشات، يعني انا مولود من سنه 57، بس لم اشاهد تدني مستوى معيشه قد في القريه دي. يعني الناس عايشين القريه دي الارضيه بتاعتها طفليه، فالبيوت ما فيش دور تاني، كلها بيوت مسقوفه بالصاج ومعمولة ببلوكات مش طوب ولا جير ولا إلى آخره. إحنا اشتغلنا فيها كتحسين مسكن، وقبل ما نشتغل كتحسين مسكن فهمناهم إن ودي دايماً المبدأ اللي بيتقال إداري، السلم يتكنس من فوق ولا يتكنس من تحت، لازم الاتنين يشتغلوا مع بعض من فوق ومن تحت. وده اللي عملناه، حسنا البيئة هناك، ابتدينا شوية تشجير، ابتدينا ده بالنسبة للأسقفية، ابتدينا وعي بالنظافة، وابتدينا تحسين المسكن. ما كانش عندهم صرف صحي، ابتدى مؤشر الأمراض، ودي حقيقة إن مؤشر الأمراض عندهم خصوصا أمراض الكلى ابتدت تقل، لأن ابتدينا نودي لهم مية صالحة للشرب. قصص النجاح الفردية، ناس كانوا هقول النجاح الفكري والنجاح المادي. النجاح المادي ناس كانوا بياخدوا معونة من الأسقفية، اديناهم قرض على أساس يعملوا مشروع، وكان المشروع ده متكامل. في ناس اشترت كتاكيت،
من سن من عمر يوم لغايه 30 ابتدت تربيها، وبعدين بتخلي بعد ما تربيها شهر بتعمل عمليه استراليزيشن تعقيم للمكان 10 ايام، وبعدين تشتري كتاكيت تاني. حد ياخد الكتاكيت دي ويكمل الرحله من شهر لغايه ما تبقى اسف اللفظ بياضه، يعني تبتدي تبيض. وبعدين ادينا مشروع، ده مشروع، ده مشروع، مشروع ثالث متكامل معاهم. واحد طلب قرض علشان التروسيكل، والغريب ان الحمد لله يعني بدون مبالغه مثلا كل 100 مشروع بيبقى منهم مثلا 5 بالكثير متعسر، ومتعسر لظروف خارجه عن ارادته، وفاه، حاجات زي كده. لكن غالبا المشاريع دي بتبقى ناجحه ليه؟ لان بيتعمل لها دراسه جدوى حلوه جدا، وفي نفس الوقت احنا بنبقى مساعدين الراجل اللي بيتقدم بقرض او طلب مشروع، بنبقى مساعدينه في حكايه دراسه الجدوى، بس نطلب منه انت هتوزع البضاعه بتاعتك او هتبيع فين. ففي مشاريع كتيره الحمد لله قصص نجاح جيده جدا. القصه الفكريه بقى ان في واحده ست اقنعناها بحاجتين، كان عندها بنتين هناك، البنات فيهم سمه جمال كويسه فبيستعجلوا في حكايه الايه؟ الزواج المبكر. وغير كده الموضوع الثاني اللي هو الختان. نسبه الختان في القريه دي الى حد ما قل، للاسف الاحصائيات مش معايا دلوقتي. والزواج المبكر اقنعنا الست، هي زوجت البنت الاولى زواج مبكر، قالت لا انا عرفت ان ده غلط. والبنت الثانيه المصيبه غير مش الزواج المبكر بس، عمليه التعليم انها هتحرمها من التعليم علشان تتجوز. احنا بنخلي، لان مش بنلعب على البنت يعني نلعب عند البنت، لا بنلعب على الشيء المؤثر سواء الام او الجده اللي موجوده، العقل المدبر للبيت. لو في اسئله فرصه كويسه دكتور. طب انا بس اسال سؤال. اتفضل يا دكتور. انا خريج الكليه، كنت بخدم في الاحياء الشعبيه مع الام صوميل في السبعينات وبدايه الثمانينات، واخد بال حضرتك، وكنا بنعمل نروح احياء شعبيه كتير زي الوطن وزي المعتمديه والحته دي. هل ما زالت الخدمه دي موجوده لغايه؟ اشكرك يا ابونا، اشكرك، لان اولا المعتمديه احنا لينا مراكز ثابته، لينا مقر في اسكندريه ولينا مقر في المعتمديه وبتاع مدينه نصر. المعتمديه سيدنا لسه بيقول كان المجتمع مع اباك في المناطق المشموله بالخدمه، ونبه عليا انا بصفه خاصه عشان مسؤول عن الميدان، قال لي في 3 مناطق دي لازم الخدمه تستمر فيهم مدى الحياه. زرايب عزب النخل، المعطم، والمعتمديه. خدها دي ما فيهاش نقاش، دول مستمرين، مستمره في المعتمديه ومستمره في عزب النخل. لكن المعطم يعني حصل. بتعمل ايه بقى يعني؟ معلش. نعم. المكاتب دي ايه الدور اللي بتقدمه يعني؟ المكتب بيبقى زي مكتب الاسقفيه، بيبقى فيه اداره كامله قدام، مش زي عندنا الحتت التانية. احنا على فكره في المناطق كلها بنتاجر اماكن، وبعد الثلاث سنين مالناش دعوه بالمكان ده، يعني مالناش دعوه ماديا اقصد، بيبقى المكان ده يا اما توفرت لنا الكنيسه مكانا او احنا بنتاجر مكان. لكن الاماكن بتاعت الاسقفيه اللي تملكها اللي هي الاربع مقرات اللي قلتهم لقداستكم. انا احنا كنا بنروح السيده زينب ما فيهاش كنيسه، بنروح جمعيه هناك. بقى في جمعيات، ده الدور اللي قلته. الدور اللي قلته زي جمعيه اخوه الكادحين زمان بتاعت الله يرحمه ريحانه الراهب والاخو. الدور اللي قلته ان احنا من خلال برنامج التمكين والاستدامه بنكون صلات وتشبيكات، وبنعمل بنعلمهم ازاي يعملوا جمعيه. واحنا الاسقفيه في جمعيه معاها اسمها الجمعيه القبطيه للرعايه الاجتماعيه، بس حكايه الاشهار في فروع مش كتيرة أو مش نشيطة. اتفضل يا سيدي. معلش هسأل حضرتك يعني تعليق كده كام سؤال مع بعضين. اتفضل. اسمح لي بس اتفضل الاستفسار. الاستفسار الأول يعني مشكورين، خدمة رائعة وبنحتاجها كتير وبتتعاملوا معانا في مجالات كتيرة، بس محتاجين خطوط عريضة نكون فاهمين بيها يعني حدود الدعم، لان احيانا بنبعت بعض الحالات في نفس المجالات اللي حضرتك بتتكلم عليها، ممكن بعض الحالات تدعم بالكامل، بعض الحالات تدعم جزئيا، بعض الحالات ترفض، عشان العمليه بتاعت المساعده دي بتاخد وقت،
من حين دراسه الحاله وتكتابه التقرير واعتماد من قبل الاسقف ومراسله الاسقفيه. كلام بعدين اتفضل يا ابو انا اسف. فلو احنا عارفين الخطوط العريضه او الحدود حدود المساعده ان يكون ده جايد كويس ان احنا هل الحاله دي تتناسب مع اسقف الخدمات اللي بعتها ولا نحتاج لدعم بطريقه اخرى؟ ده سؤال. سؤال تاني سامحني. اتفضل. العفو يا ابو. انتظر فيه. لا 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 اتفضل انا سامعك كل اذن صغيره اتفضل. كتر خير. عايزين نعرف التدريبات بتاعت المهن هل ما زالت الاسقفيه بتقدمها ولا تدريب الحرف والمهن؟ لان ده ليه احتياج كبير وممكن يكون بيمس خدمتنا في المنطقه. يعني نروح عند الناس اللي جايين نعلمهم حرف. منطقه ايه يا ابو نور؟ شوف الشمال اللي احنا فيها. احنا موضوع ايه؟ احنا في منطقه شبر الشمال. ايوه الكنيسه جورجيوس اللي احنا فيه هنا. الكنيسه هنا. فان احنا نبعت ناس تتعلم الحرف بالطريقه اللي كانت متبعه سابقا، ايه المتاح وايه البرامج وهل في اعلان عنها ولا لا؟ حاجه اخيره، الاستفاده من بعض الحاجات اللي الدوله بتقدمها. يعني في الفتره الحاليه في فرص كبيره لمشاريع متناهيه الصغر بتتمول من الدوله ووزاره الاستثمار. تاني حاجة مشاريع أمان والأبشات اللي بتتقدم ديت مدعومة من الدولة، بتقدم خدمة حلوة خالص بمساحات مختلفة. هل في تعاون على هذا في هذا المجال ولا شو رأيك؟ بالنسبة للسؤال الأول قدسك، زي ما شرحت أنا مسؤول ميداني عن البرامج التنمية. برنامج إعلامي مسؤول عنه الدكتور مجدي، لكن هجيبك في حدود معلوماتي. هي أي حالة بتتقدم بيها بيتم دراستها، بتاخد وقت علشان يعني حالات كتيره جدا، والحدود دي حتى لو الاسقفيه عاجزه ان الحدود يعني دي من بركات سيدنا البابا تادروس انه عمل يعني زي كونسورتيوم زي لجنه البر. فانا مثلا مش انا اسف، الاسقفيه الخدمات هتساهم ب 10,000، دي امكانياتها. بيتحول الجواب لسيدنا البابا بيساهم عن طريق 10,000 تاني في رجال اعمال. فبتبقى اي ثينك ان لو حاله ملحه بتبقى بلا حدود ايا كان المبلغ. ده معلوماتي وعن تجربه في حالات مرض انا تقدمت بيها، يعني جراحه قلب مفتوح لاحد العاملين في الاسقفيه، ولد عامل ساعدوه لغايه 60,000. يعني دي انا متاكد منها. دي اول حاجه. تاني حاجه قدسك بتسال بالنسبه للتدريب المهني. التدريب المهني احنا بنعمل التدريب المهني من خلال البرنامج التنميه الاقتصاديه، بس بكل اسف بنعمله في المناطق المشموله بالخدمه. المناطق المشموله بالخدمه زي ما قلت ان الاب الكاهن او الاب الاسقف بيقول لسيدنا انا محتاج عندي هنا المنطقه دي فيها فقر وفيها جهل وفيها مرض، فبيجي حد بيدرس ونبتدي فيها الخدمه الاربع برامج معا. لكن ما فيش مانع يا ابونا لو في حد محتاج ممكن بنضيفه للتدريب المهني لحته مجاوره جوه القاهره. فاهم قصدي قدسك؟ يعني دايما بنفكر يعني اي اداره بيبقى فيها شيء من المرونه، يعني مش مجرد ان احنا ال 42 منطقه يبقى ما نخدمش غيرهم، لا، ممكن كل الحكايه ناخد الناس دي ونضمها لمنطقه ثانيه وندربها، ما فيش اي مشكله. بالنسبه للتعاون مع الدوله، التعاون مع الدوله في عن طريق البيئه بيبقى التشجير والحاجات دي. المشروعات الصغيره والاكشاك والحاجات دي ما اظنش فيها تعاون كتير او ما فيهاش خالص. لكن احنا بنستثمر الدوله، يعني مثلا مجال الصحه، عشان انا طبيب دايما اقول للدكتور حلمي المسؤول عن الصحه في مثلا مبادره الرئيس عشان كذا، احنا ليه ندفع فلوس والدوله موفره لنا ده؟ فبيبقى كل قصتنا ان بنتصل بمدير الوحده او مدير عام المنطقه ونقول له احنا هندق لك ناس عن طريق القافله، عن طريق الحمله، عن طريق الندوات. فبيتم كده. اظن جاوبت هنا ولا في حاجه تانية؟ شكرا. اشكرك. في حد ليه اي سؤال؟ اتفضل. لو سمحت اتفضل يا ابونا. انا عفوا مش معقوله. لا عشان يبقى كلنا مع بعض. الكلام دوت رائع جدا جدا، بس انا حاسس بحاجه حضرتك، يعني لو سمحت هقولها لي يا فرح فهمان. يعني انا حاسس ان المجال اللي حضرتك شرحته لنا الرائع والخدمه الجباره دي خاصه بمنطقه معينه في ظروف معينه. اعتقد احنا شبرا الشماليه في احتياجات تانية غير كده جوه. يعني احنا من ناحيه ان احنا ننقل ميه او كده، الحته دي عندنا مخدومه، بس احنا محتاجين، انا شايف كخدمتي انا
انا لما يجيني شاب النهارده معاه مثلا دبلوم ومشتغل شغل، اعتقد دي فيها جزء كبير قوي في شغل الشمالية، ممكن يكون معاه مؤهل بس مشتغل شغل، مؤهل او متوسط او متوسط ايا كان. انا محتاج من حضرتك او سفيرة الخدمات تقول لي انا هعمل له 1 2 3 4 مثلا دراسه جدوى جاهزه عندي، بغير لما انا اقول له حاجه نعمل دراسه جدوى هو هيحتار. الفكره اللي قالت لي شويه رائعه، ان انا ككنيسه ابعت خدام وخادمات يؤهلوا ويفهموا الفيلد ماشي ازاي ومن خلاله يبتدوا يتجاوبوا زي الفل. الفكره دي ممتازه. فانا لما يجي لي الحاله اروح باعتها للخدام اوريدي والخادمات اللي هياخدوا الكورس ويدربوا عليه وهم ابتدوا هيوجهوا لي. بس انا نفسي الخدام والخادمات دول برضك يبقى يكون عنده خلفيه الدنيا هتمشي ازاي. يعني انا ككنيسه هساعد بجزء مادي اوكي، بس خوفيه هساعد بجزء في المشروع دوت. نمرة 2، ايه المشروعات الناجحة وايه الفاشلة؟ دراسة الجدوى مين اللي هيعملها، هو ولا انا اللي هي الاسبوع؟ طب هتبقى لحضرتك احنا محتاجين نفهمها كمجال عملي، لما يجي لي حد اعرف اوجهه على طول اعمل كذا، او هيبقى في يعني عايزين كلام محدد اكتر يخص خدمتنا احنا. طيب حضرتك ده بمناسبة ان احنا داخلين على 145، هو ده بيقول قد ايه؟ بيضغط والحصار كثير والفعل قليل. بامانه مش يعني الاسقفيه كتر خيرها ان قدرت تغطي ال 42 منطقه، والمناطق اللي خرجت احنا المناطق اللي خرجت فوق ال 100 منطقه ما زلنا في تواصل معاها. لكن زي ما قلت لابونا بالنسبه لحالات التوظيف وحالات المشروعات دي صعب انها تبقى خارج النطاق، لان احنا بناخد فلوسنا من هيئات مانحه. والهيئات المانحه بيبقى فيه بروتوكولات ان بنخدم في المنطقه دي وبندي لهم دراسه جدوى بروبوزال مقترح للخطه والكلام ده كله، فمش هنقدر نخرج بره المنطقه الجغرافيه. ولكن دي هتتحول الحاله دي الى مكتب اجابي وزمان بس، ودي هحاول اشكر قدسك هحاول اطرحها مع نيابه الانبا يوليوس، ان كان في اخ لينا زميل ماسك زمان في الثمانينات اوائل التسعينات بيتر كان مسؤول عن توظيف الشباب. اما الفكره الايديولوجيه ازاي دراسه الجدوى دي طبعا مجانا، اي حد يجي عندنا هنعلمه ازاي والكلام ده كله. بس القروض انا اسف يعني هتبقى في اضيق النطاق غير للمناطق بس، لكن ممكن نقترح على الكنيسه او مكتب اداني بطريقه معينه يديله مشروع ناجح مثلا يبتدي بيه ب 5000 6000 ويبتدي ينمي نفسه. انا هسيب نمرتي وتحت امركم يا ابونا. عايز ازود حاجه على اللي قاله الدكتور امجد، انه سكرتاريه الرعايه الاجتماعيه عضو من اعضاء شركاء التنميه، شركاء التنميه ده بورد اتعمل جوه الكنيسه الارضيه تحت رعايه قداسه البابا، وبتكليف من قداسه البابا لنيافه انبا يوليوس انه يبقى الاسقفيه احد الاعضاء في البورد ده. هدف البورد انه يعرف الكنائس كلها والمناطق والإبرشيات بالخدمات اللي بيعملها الهيئات وخدمات الكنائس اللي بتشتغل في مجال التنمية والمنظمات القبطية وأولادنا برة وجوه. وده معناه إنه ممكن الأسقفية تعمل 2 3 وما تقدرش تعمل 4 5. مين اللي يقدر يعمل 4 5؟ جمعيات زي أنبا إبرام هيقدر يدخل مع حضرتك وقدسك ويقول لك في مشروعات صغيره وغيروا مجتمعات، مجتمع في اخنين اتغير تماما بالمشروعات الصغيره، كان نفسنا يبقوا موجودين معانا وهنجيبهم. لو في ضعف دفاع صغير بالظبط الاماكن دي بالمشروعات دي بالظبط عملنا ضعف كده صغير نقدر احنا من خلاله نفهمه ونقدر نفيد الناس اللي جينا معاهم بالظبط. وده دور سكرتاريه الرعايه الاجتماعيه، لما قداسه البابا اوكل لسكرتاريه الرعايه الاجتماعيه انها تقوم بدور المنسق كان علشان الموضوع ده. احنا هنبعت لكم الكونتاكتس بتاع الدكتور امجد على الجروب بتاع الايفنت اللي هو معمول، هنديه حاجه لابونا مارتيروس وهو هيبعته، وكمان الكونتاكتس بتاعت المشاركين معانا انبا ابراهام، والكونتاكتس بتاعت سكرتاريه الرعايه الاجتماعيه، والكونتاكتس بتاعت المعهد الضبط للتدبير الكنسي علشان نبقى على تواصل بكل ده. بس اللي انا عايز اطمنه لقدسكم دي اسئله جميله جدا، انه نقطه ازاي نتواصل مع الكيانات ومين بيعمل ايه جوه كنيستنا، ده الهدف الاصيل من وراء التعاون ده. وبرضه لو اسمح لي يا باشمهندس، جزء من التدريب اللي هيبقى ولو جت فرصه اعرض برنامج التدريب بيجاوب على سؤال منسب وسؤال منسبون، مين بيعمل ايه في الكنيسه وازاي نستفيد منه، ده جزء من التدريب. بس هي بدل ما تبقى مساله اخطيت يعني
كنيسه باي كنيسه. احنا اسم الصليب كم كنيسه هنا النهارده؟ حوالي كام تقريبا؟ 11. تمام. لكن لما يبقى في بودي بيكوردينيت بينسق تمام، يبقى كده واتساب توصلك المعلومه من غير ما واتساب تبعت، من غير ما تتعب انك انت توصلك. ده يبقى جزء اساسي من التدريب. واحنا برضو كمعهد التدريب الكنسي جزء من شركاء التنميه. يعني احنا يعني ودي جمال الحقيقه الفكره، انه هذا البورد دي فكره رائده جميله جدا كان لسه بابا طنطوس عملها، انه جمع كل الناس. وهذا البورد حاليا فيه حوالي 7 هيئات تقريبا مش مهندس، 7 هيئات بسكرتاريه اسقفيه الخدمات الكلام يونس، وفي 7 هيئات بما فيهم المعهد وقبل زياده، بحيث انه شويه بشويه يبقى كل من يعمل في مجال التنميه على ترابيزه واحده ونتبادل معلومات ونكمل بعض، وفي النهايه مين المستفيد؟ كل كنيسه محليه. ده 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 دي الرؤيه البعيده بتاعت سليم. اتفضل يا كل ده جميل، بس نفسنا تعمل لنا حاجه تناسب شغل الشغليه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا رحت اسرائيل مثلا، ممكن الاقي واحده ست او ناس محتاجين بقره هتعودهم وتسددوا ثمنها ونعمل تنميه هنا، حد تاني حضانه هتمشي، حد تاني هيجيب فلاك ويبيضها وتقول كده. لكن ايه المشروعات اللي تناسب شبرا الشماليه؟ غير ان مثلا حد هيجي ياخد نعمل له توك توك ويسدد ثمنه. ايه المشروع بتاع الناس في شبرا الشماليه؟ ازاي نعمل تنميه في الفراش بتاعتنا بتاعت شبرا الشماليه؟ هو انا اسف اخرت نقطه في حكايه البرنامج الاقتصادي، ان قلت دي قروض او مشروعات بتبقى فرديه في مؤسسيه، في ممكن لو دراسه يعني الانبا نيافه الانبا يوليوس في حته اسمها خيزه، فاقترح ان يتقدم دراسه جدوى لاحدى الهيئات اللي قال عليها الدكتور مجدي ونعمل دراسه جدوى كويسه ونعمل مصنع بتاع الكوتشي، هم ناجحين في المصنع الاحذيه الجلد، قال لا احنا هنطور كمان ونعمل كوتشي. ما فيش مانع ان تبقى حاجه كبيره جدا بلكي كده مع بعض لشبرا الشماليه، يتعمل مشروع ويعني دراسه الجدوى سهل جدا عند الناس المتخصصين فيها، بس تطرح الفكره. واهم حاجه قبل دراسه الجدوى يا ابونا حللني ازاي هتصرف في الحاجه دي. واللي يهم الان بيقولي دايما دايما اي مشروع كام واحد مستفيد منه؟ يعني دايما بيربط الحته دي. كنيسه مالبول سكولباترا عملت مشروع شنط مدارس كانت روعه رخيصه. احنا خدنا مثلا بتاع 300 شنطه اكتر. لما تكون حاجه مثلا منتج جيد وكده عايزين كلنا مش كلنا هنختم. ما انا بقول لو قلت يعني يعني ممكن حتى لو اشتغلنا على اخوه الرب هنشتغل. يعني لو عرضنا للناس هينتج. دراسه جدوى عدد المستفيدين هنصرف الحاجه دي ازاي؟ طيب. بعد كده الانبا يوليس مش بيتاخر عن طريق زي ما قال الدكتور مجدي هو سكرتير اللجنه فبيخلص المواضيع دي. صحيح. احنا بنعمل لكم انتوا الراس اللي بتفكروا لنا. العفو يا ابونا احنا بنفكرنا في حاجه دي بتناسب شبرا الشماليه. انا عايز اقول ان فرصه كل نيافه الانبا نجيبس هي بادر بانه تبقى اسقفيه كنائس شبرا الشماليه، هي اول اسقفيه بعدد الكنائس اللي فيها اللي تخش في هذه المبادره دي، هتدي فرصه ذهبيه تبقوا انتوا رول موديل نموذج للاخرين. من خلال هذا يعني احنا دلوقتي القائد بتعمل سمعنا من الاسقفيه وسمعنا من انبا برام، هنسمع المره فاتت النهارده هنسمع تاني انبا برام والاسقفيه والراعي ام النور والانبا برام الذين لسه ما حد يسال عنه وخدمه انبا برام كندا والمعهد القبطي للتدبير الكنسي وسكرتاريه الرعايه، دول 7 هيئات كلنا على ترابيزه واحده دلوقتي. لما اتسكوا وده بقى اختيار يعني ده الدور بقى المطلوب، اتسكوا هترشحوا لنا ولادكم وبناتكم اللي يبقوا تحت اشرافكم تاني تحت اشرافكم هياخدوا هذا التدريب، يرجع مع قدسك فريق متدرب وسيستم وشركاء يساعدوك. اظن بقى يعني كده بقى يبقى كده 100% يعني، وتبقى ده نموذج يتقدم للباقيين واحنا متطلعين بده بنعمل كده. انا عاجز عن الشكر عن دلوقتي اوفر كمان، واشكر وجودكم واستماعكم ليا، وانا سايب الادرس وكل حاجه، الايميل ادرس وكل حاجه، ومكتبي في صحبه الخدمات انا اسمي امجد، اي حد اخذ بركه لو يشرف من عمل سلمي. شكرا. نشكر دكتور امجد على محاضرته. انا عايز كمان اشير لحاجه، قدس ابونا كان بيسال احنا عايزين منهج عملي علشان نشتغل، فعلا ده واحد من الاهداف بتاعتنا ان احنا نقول لكم الجمعيات والهيئات دي لما نزلت تطبق المنهج التنموي طبقته ازاي، وبالتالي الخدام اللي جايين هيتعلموا معاهم
وهم في الاخر اللي هيسلموا وهم اللي هيتموا وهم اللي هيشتغلوا، والجمعيه او الخدمه دي هي اللي هتخرج من المجتمع اللي بتخدمه، ويفضل الخدام بتوعكم هم اللي بيشتغلوا. بس احنا كمان علينا واجبات والتزامات. انا لازم اهيئ له المناخ. اهيئ له المناخ ده ازاي؟ لازم ادي له قاعده بيانات سليمه، لازم اقول له المجتمع بتاعي في كام اسره محتاجه رعايه اجتماعيه، في كام اسره محتاجه تنميه، في كام اسره عايزين اغاثه ورعايه. وبالتالي انا لازم انقح بيانات المخدومين بتوعي على قاعده البيانات. تاني حاجه لازم ارشح خدام يكونوا مؤهلين، بنسميهم كده كواليفايد. ليه؟ بناء على معايير، والمعايير دي هيتم ارسالها لاوتسكم، فبالتالي هختار الخادم اللي يطبق عليه المعيار، عشان لما الخادم ده هيبقى مؤهل هو هيقدر يساعدني. بالتالي دي كلها واجبات علينا زي الخطوات اللي كان بيشير ليها دكتور مالكي اللي كان كاتبها.